في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم يدق ناقوس الخطر، قاتل صامت يهدد القطاع الزراعي في مصر، والخسائر رهيبة تسبب في انهيار أشجار الفاكهة وسقوط ثمار الخضر، والزراعة تضع خريطة جديدة للإنقاذ ولا بديل عنها. وحصريا نجاح استزراع أسماك الباسة في مياه الآبار المالحة بالمغرب، ولأول مرة آل يوسف ملوك تجفيف محاصيل البصل والثوم والكرات وتصديرها للعالم. ما فكرتوش نصدر فريش؟ مادام في فرصة للقطاع الخاص انه يخترق التصنيع علشان يشغل عمالة، اهلا وسهلا. انا الرئيس ده هدفه كده. وتشاهدون ليه النقلة دي والبداية كانت صعبة ولا سهلة؟ كبداية اي شاب هيخاف يبدأ يبقى محله سر. وعالم مصري ينجح في زراعة نبات الجينسينج المذهل. وانتظروا المهندس وجيه حماد، أشهر خبراء تصنيع وصيانة الغلايات العملاقة في الوطن العربي. الغلايات اللي بتنتجها بالمقارنة بالتركي أقل منه في سعر بقد إيه؟ أنا أقل منه ب30%. طب والأوروبي بقى؟ ممكن توصل ل50%. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء، حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.